ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة مع الرياضة. بمناسبة ذكرى عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، نظم بويسلان لقاء كروي كبير عرف حضور العديد من نجوم الكرة المغربية السابقين، وكان مناسبة لتكريم اللاعب الكبير محمد حميدوش الغني عن التعريف والذي أعطى الشيء الكثير للكرة المغربية. كما تلاحظون كان في استقبال العديد من الفاعلين الجمعويين والإخوان الرياضيين اللي استقبلوا هذه الوجوه الرياضية اللي كنا في العديد من المناسبات نسمع عنهم فقط. وخير دليل الوقوف اللي تنشاهده هذه اللحظة ما بين سعيد غندي وعبد الحكيم الرحموني عضو بمجلس البلدي بويسلان وعضو نشيط بالفتح الرياضي لويسلان. كما تلاحظون العديد من الوجوه التي حضرت هذه المباراة وكان لها حنين لهذا الملعب اللي هو ملعب لافار الذي يحتفظون به فيه بذكريات جميلة، خاصة وأن معظم اللاعبين الذين حضروا لويسلان كانت انطلاقتهم من هذا الملعب، خاصة بعد الهزيمة النكراء أمام المنتخب الجزائري والتي من بعدها تم تجميع منتخب جديد، وكان مدرب أنذاك حمادي حميدوش والمرحوم جبران، حيث من هذا الملعب انطلقت تيمومي دايدين رحمه الله، بدو الزكي والعديد من الأسماء التي لا يسعنا ذكرها الآن. هنا تنشاهدوا في الاستقبال المسؤول عن العلاقات الخارجية للافارج أخ نور والحسن الشمالي وعزيز حرق رئيس فتح ويسلان وفريق الرشاد المكنسي للفتيات في الملاكمة الحائز على كأس العرش والبطولة الوطنية مؤخرا. هنا في الصورة تظهر حمادي حميدوش والأخ بن منصور رئيس جمعية صداقة ورياضة اللي شرف ويسلان بالحضور دياله في هذا النهار الكبير. كما تنشوفوا الصفريوي الغني عن التعريف والفاعلين الجمعويين بويسلان منهم الأخ أحمد البوحساني وبوعزة البودالي، ويجب أن لا تمر هذه المناسبة ونحن نتذكر مباراة جرت بهذا الملعب ويتذكرها سعيد غندي والتي جمعت منتخب السبعين ضد ائتلاف النادي المكناسي والتي انتهت ب 13-2. وهنا تنشوفوا خالد البيض الأسطورة خالد البيض لاعب فتح الرباط هنا في حوار ذو شجون معه، وهو هنا لأول مرة يعرف بأن اللاعب اللي استقطبته الفتح الرياضي الرباطي مؤخرا هو عثمان فاديس بأنه ابن ويسلان وابن مدرسة فتح ويسلان. وهذا الملعب اللي مر منه الأسطورة عبد الجليل هدا الملقب بكاماتشو والعديد من اللاعبين الكبار، والشكر الكبير لشركة لافارج والجماعة الحضرية لويسلان في شخص رئيسها ورئيس الشرفي لفتح ويسلان الأخ عامر بوشتا الذي أعطى الشيء الكبير. هنا صورة تذكارية للسلطة المحلية والرئيس الشرفي لفتح ويسلان أو بالأحرى رئيس المنتدب ورئيس ومدير العلاقات الخارجية للافارج والرشاد المكنسي الحائز على كأس العرش وكأس البطولة الوطنية. يعني اليوم كان يوم مشهود سيبقى خالدا في ذاكرة ويسلان وكل الويسلانيين وحتى الرياضيين الذين شرفونا بحضورهم.